نعم مشاهدينا الكرام، وصلنا أنا وياكم إلى فقرة الصحافة مع المهندس أحمد المهندس. شو محضر لنا يا أحمد بصحافتنا لهذا اليوم؟ صباح النور مرة ثانية إليك يا زينة وإلى زميل عادل. مشاهدينا اليوم هو الاثنين الرابع عشر من تشرين الثاني لعام 2022 للميلاد. سادتي الأكارم، كالمعتاد سنكون مع صباحة صادرة من شبكة الإعلام العراقي، ونطالع في صفحتها الأولى العناوين الأبرز التالية: السوداني وملفات الفساد، حساب لم يأتي متأخرا. وأيضا نطالع الموارد المائية في العراق، موقف العراق المائي جيد حاليا وبإمكانه تغذية الأهوار. ومن ضمن العناوين أيضا نطالع 60 تريليون دينار لدعم القطاع الخاص. وفي الشأن الدولي، أردوغان يقول هجوم أسطنبول إرهابي. وآخر ما نطالعه من عناوين: حملة تستهدف المبتزين تطيح ب 25 متهما في 6 محافظات. ومن هذه العناوين إلى تفاصيل الصباح، ونطالع ما نشرته الصحيفة في صفحتها الأولى: السوداني وملفات الفساد، حساب لم يأتي متأخرا. رأى محللون ومراقبون للشأن السياسي أن الأيام والأسابيع المقبلة ربما ستشهد الإطاحة برؤوس فساد كبيرة. عدينا أن عزم رئيس الوزراء محمد شاع السوداني الغوص عميقا في هذا الملف من دون تردد أو خوف لم يأتي في الوقت الضائع، وسيتبعه صدام مع جهات سياسية تحمي هؤلاء الفاسدين. بينما أشار محلل سياسي إلى تقبل المجتمع العراقي لفعل الفساد ووجود حاضنة اجتماعية لهذه الآفة منذ عام 1991 للميلاد، وبالتالي فإن السوداني سيصطدم بالفساد لا بوصفه نخرا في الدولة وحمايته من قبل السياسي فحسب، بل باعتباره ضمن المنظومة القيمة للمجتمع. الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر أوضح في حديث للصباح، أوضح أن رئيس الوزراء عازم على الغوص عميقا في مكامن برنامج وملفات مكافحة الفساد والوصول إلى أعماق هذا الجانب من دون تردد أو خوف، وفتح هذا الملف من دون انحياز، خاصة أن هذه البرامج كانت تطبق بازدواجية وانتقائية، مما خلق انتعاشا لقضايا الفساد عند بعض الأطراف، وهذه النقطة فيها مدلولات خطيرة. ونطالع أيضا رئيس الجمهورية يشدد على أهمية إنجاح البرنامج الخدمي. استعرض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد الشياع السوداني نتائج مشاركة العراق بقمتي الجزائر وشرم الشيخ وقضايا مهمة أخرى، في حين أكد رئيس الجمهورية أهمية تضافر الجهود في إنجاح البرنامج الحكومي والخدمي. وذكر بيان رئاسي أن رشيد استقبل السوداني واستعرض رئيس الجمهورية نتائج مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر وقمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في شرم الشيخ بمصر، وجرى الحديث عن مخرجات القمتين ونتائج اللقاءات التي جرت بين رئيس الجمهورية وقادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود مشاركتي. وأضاف البيان أن اللقاء بحث أيضا عددا من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة دعم الخطوات الحكومية ضمن برنامجها الخدمي التي من شأنها النهوض بالوضع الاقتصادي وبما يصب في تحقيق آمال أبناء الشعب بحياة حرة كريمة، بالإضافة إلى أهمية مكافحة الفساد وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار من شأنها تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لتشغيل الطاقات الشابة. وأشار إلى أن الجانبين ناقشا قضية المياه واتفقا على التنسيق الكامل في إيجاد حلول مناسبة والاستمرار بعقد اللقاءات بصورة منتظمة.
وقام رئيس الجمهورية بزيارات ميدانية للمحافظات المعنية بصحبة عدد من الوزراء. إلى رياضة الصباح، نطالع البصرة تتأهب لاحتضان مباراة كوستاريكا التجريبية، حيث يصل منتخب كوستاريكا الذي واصل حاليا معسكرا تدريبيا في دولة الكويت في البصرة في 17 من الشهر الحالي لخوض مواجهة تجريبية مع منتخبنا الوطني في ملعب جذع النخلة الدولي، وتأتي في إطار التحضيرات لمونديال قطر في سياق تأهب منتخبنا البطولة خليجي 25 التي ستقام في البصرة لفترة من 6 إلى 19 من شهر كانون الثاني من العام المقبل 2023. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد المركزي لكرة القدم أحمد الموسوي للصباح: إن جميع الأمور اللوجستية لإقامة المباراة قد استكملت مع مراعاة عملية الإدامة التي تتواصل في المدينة الرياضية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان محلية مختلفة لهذا الغرض ومنها اللجنة الإعلامية، مبينا أن منتخب كوستاريكا الذي يعسكر حاليا في دولة الكويت سيصل إلى البصرة في نفس يوم المباراة، وبانتهاء دقائقها سيقصد عن طريق مطار البصرة الدولية العاصمة القطرية للمشاركة في المونديال. وتوقع الموسوي أن تشهد مباراة منتخبنا مع كوستاريكا أجواء إيجابية وحضورا جماهيريا غفيرا، وستبعث فيها رسائل إيجابية تحمل مضامين عن الأمن والأمان والمحبة والسلام، موضحا أن الاجتماع الذي عقد في البصرة يوم أمس الأحد للجنة العليا الوطنية لكأس خليجي 25 تناول الإجراءات التي ستؤمن نجاح مباراة كوستاريكا. وفي أخيرة الصباح، نطالع أزاميل تطرق أبواب جيهان مؤخرا. أقام الفنانون الرضا فرحان ونجم القيسي وهيثم حسن معرضا مشتركا في القاعة الرئيسية في جامعة جيهان بأربيل، ضم 28 منحوتة. كما يقول فرحان للصباح: نقل المعرض صورة طيبة عن التوجهات الجمالية للنحت العراقي من المركز إلى إقليم كردستان، حيث حظيت الأعمال باهتمام مثقفي الإقليم. وأكد: سنعيد افتتاح المعرض في السليمانية، فضلا عن استعداداتنا نحن الفنانين الثلاثة للمشاركة ضمن مجموعة أزميل في معرض يقام مطلع كانون الثاني 2023 في جامعة جيهان، وينقل إلى السليمانية ثم بغداد بعد تضافر أعمال نحتية لفنانين كرد مع أعمال أعضاء أزاميل. وأضاف نجم القيسي أن تضافر الرؤى الفنية عبر المنحوتات الفنانين لكرد وعرب يقدم عينة عن جمالية فائقة عن واقع التشكيل العراقي وتطلعات رواده المعاصرين، لافتا استنادا لإنجاح المعرض الذي أقمناه مطلع تشرين الثاني الحالي، نستعد للتوسع في تكرار التجربة. ويرى هيثم حسن أن هذين المعرضين يعدان حلقة في سلسلة فعاليات ثقافية مشتركة بين المركز والإقليم الذي يشكل فيه إقليم كردستان أنموذجا متقدما بينها. كما قال: نأمل من خلال تجوال معارضنا النحتية بين بغداد وأربيل والسليمانية إلى نشر الوعي الجمالي والإحساس برفعة الفن. وإلى صفحة آراء، واختنا لكم مقال بعنوان: يوميات الحزن العراقي للكاتب رعد أطياف، بصوت الزميلة بشرى حسين. يوميات الحزن العراقي بقلم رعد أطياف. قد تكون المجتمعات المقهورة تميل إلى التحشيش أكثر منها لدى المجتمعات المستقرة، فشيوع النكتة عند المجتمع المصري مثلا أكثر بما لا يقاس منها لدى المجتمع الألماني المعروف بالجدية والانضباط.
وبشكل عام تبدو المجتمعات التقليدية تتفوق بهذه النقطة مقارنة بالشعوب الحديثة، لكن الأمر يتعدى حدود المقارنات بقدر ما نريد تسليط الضوء على ظاهرة تتنامى بطراد بين عموم العراقيين. وقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في اتساع رقعتها نظراً لما توفره هذه المواقع من جمهور واسع تنعدم فيه المسافات. في منتصف المقال: واردات النفط ستملأ جيوب المواطنين، خطط الإسكان ستشهد موجة انفجارية لا مثيل لها، البنى التحتية ستشهد حركة ثورية غير مسبوقة، الخدمات وبالخصوص محنة الكهرباء ستنافس كبرى عواصم العالم، العراق سيتحول إلى يابان ثانية. كل هذه الأحلام كانت مشروعة، كون العراق يتصدر قائمة الدول الثرية في العالم نظراً لما يتمتع به من خزين نفطي هائل. في ختام المقال: استيقظ العراقيون من حلم اليقظة هذا على العجلات المفخخة والإرهاب الداعشي والفساد السياسي والإداري، وتبين لهم خلال عقدين أن ما كانوا يحلمون به ليس سوى كابوس ثقيل، لكن ولفرط سعادتهم ظنوا به حلما ورديا داعب مخيلتهم، وبدافع الألم الذي لا يطاق في كثير من الأحيان، وبدافع الجرح النازف الذي يعانون، طوروا في غضون 20 سنة آليات تخفف وقع الصدمة، فاتجهوا إلى أدبيات التحشيش المليئة بالتهكم والسخرية. ولذلك تتربع منشورات التحشيش في مواقع التواصل الاجتماعي على عرش النجومية، وهي المنشورات الأكثر متابعة بين عموم العراقيين. يكفي أن تعمل جولة سريعة في هذا العالم الأزرق، ستجد آلاف المتفاعلين على منشور يثير الضحك، وهو يتناول قضية سياسية أو يحلل بعض البرامج السياسية. ومن الصباح إلى الزمان العراقية، ونطالع في صفحتها الأولى: فقدان 450 طفلاً بظروف غامضة يثير مخاوف الأسر. والداخلية توضح: إذ أثار تصريح قائد شرطة بغداد الجديد اللواء عدنان حمود بشأن فقدان 450 طفلا في ظروف غامضة خلال العام الجاري الذي تراجع عنه فيما بعد موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل بعدما عز السبب إلى 90% منهم هربوا نتيجة خلافات عائلية. وقال مواطنون إنه بدلا من قيام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم فقدوا الحماية الأمنية واختطفوا في ظروف غامضة، وهذا يدعو الجميع إلى حث الأجهزة الأمنية على متابعة هذا الملف والتصدي لعصابات جريمة المنظمة بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تتوسع في البلاد، مشددين على ضرورة إلى الأهمية لهذا الموضوع ومعرفة مصير هؤلاء الأطفال فضلا عن توفير الحماية الكاملة لهم وإيداعهم في دور الرعاية. وأشاروا إلى أن اختفاء الأطفال يثير القلق ويبث الرعب في نفوس الأسر في ظل استمرار الظاهرة التي تجهل الحكومة المسؤولين عنها أو من يقف وراء عمليات التغييب المتزايد. والموارد المائية تقود زيادة نسب مياه دجلة والفرات بعد هطول الأمطار، إذ أوضحت وزارة الموارد المائية ارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات بعد موجة الأمطار. وقال المتحدث باسم الوزارة حاتم حميد في تصريح تابعته الزمان أمس إن هناك ارتفاعا بسيطا في مناسيب نهري دجلة والفرات لهطول الأمطار، مشيرا إلى أن جميع المياه التي تجمعت في المدن يجري تصريفها إلى الأنهار والمبازل من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. وبين أن نسبة هطول الأمطار اختلفت بين محافظة وأخرى، موضحا أنه وفقا للقراءة المسجلة في المحطة المطرية بمشروع سد الكوت وصلت النسبة نحو 67 مليمترا، ولفت إلى ورود سيول من الجانب الإيراني باتجاه نهر الطيب أحد الأنهر التي تغذي هور الحويزة. وأضاف حميد أن الوزارة وجهت جميع الدوائر التابعة لها بالتعاون مع الدوائر التابعة للبلديات في المحافظات
لفك الاختناقات الحاصلة في الشوارع نتيجة الأمطار، وتابعنا كميات الأمطار تركزت في الوسط والجنوب، وهي مناطق لا تحتوي على سدود لخزن المياه الموجودة في مناطق أعلى مثل سدتي سامراء والرمادي، مؤكدين أن الأمطار ستقلل من التنافس على المياه خصوصا في القطاع الزراعي واستثمار الفائض منها بتحويلها إلى الأهوار. وفي أخيرة الزمان نطالع زفاف ابنة ترامب على مواطن لبناني، إذ زوجت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب تزوجت من رجل الأعمال الملياردير اللبناني مايكل بولس في بالم بيتش بولاية فلوريدا في منتجع مار إي لاكو الخاص بعائلة ترامب. واختارت تيفاني فستان زفافها كإشارة إلى تراث عائلة بولس اللبناني، حيث أوضحت والدتها الممثلة مارلا مامبلز إن حفل زفاف لبناني أمريكي قد عقد، لذلك كنا سعداء للغاية لأن إيلي صعب يخلق السحر. وكذلك ارتدت مابلز فستانا من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وفقا لموقع الفن. وبدت العروس رائعة الجمال بفستانها، كما اختارت فستانا ثانيا من تصميم صعب للسهرة وكان أكثر بساطة. وإلى جريدة الزوراء ونطالع في صفحتها الأولى، الجهد الخدمي يحدد المناطق المشمولة بالحملة الوطنية ويوضح تفاصيل عمله. حدد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي الذي شكل بتوجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني المناطق المشمولة بالحملة الخدمية التي ستنطلق في جميع المحافظات، وفيما أوضح تفاصيل عمله والمهام الموكلة إليها. أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أن البرنامج الحكومي ركز على توفير الخدمات الأساسية لجميع المحافظات لا سيما المحرومة منها. وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي الوكيل الفني للوزارة والجابر الحساني في حديث للزوراء إن المناطق المشمولة بالحملة الخدمية لفريق الجهد الخدمي والهندسي التي تصنف حسب تعبير البلديات بأنها مناطق عشوائية من ناحية التنظيم والخدمات الموجودة التي تقدم إلى المواطنين لوقوعها على أراض زراعية أو أراض تابعة للغير، وبالتالي هي غير مصممة من قبل أمانة بغداد، لافتا إلى أن الساكنين في تلك المناطق عراقيون من طبقات محرومة ومن ذوي الدخل المحدود اضطرتهم الظروف للسكن في هذه المناطق. وأضاف أنه واجب الدولة الأساسي هو تقديم الخدمة لكل مواطن عراقي، وهذا حق كفله الدستور العراقي، مبينا أن حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني هي حكومة خدمات ولإيصال الحقوق إلى المواطنين وإلى مستحقيها. وأشار إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها بشخص رئيس الوزراء من خلال الأذرع التنفيذية لها بإيصال الخدمات كحقوق إلى المواطنين، وبالتالي شكل فريق الجهد الخدمي والهندسي انطلاقا من هذه الرؤية لتقديم الخدمات إلى هذه المناطق، مؤكدا أن الفريق سيقوم بتوفير خدمات الطرق كالقشط ووضع السباس ومن ثم طبقة الإسفلت وقوالب جانبية للشوارع الرئيسية، لكن هناك عوائق تتمثل بتنظيم المجاري والمنهولات وغيرها، إضافة إلى أن شبكة الماء في هذه المناطق لم تصل إلى حد البيت وإنما هناك أنبوب رئيسية في رأس الشارع أو المنطقة، والمواطنين يسحبون منها أنابيب إلى منازلهم، وبالتالي هناك صعوبة لحركة الآليات في العمل. وتابع سنعمل على إيصال الماء إلى أقرب نقطة للمواطنين. ونطالع أيضا في الزوراء، سياسي مستقل يقول 3 أو 6 أشهر كافية لتقييم حكومة السوداني وخطواته الإيجابية. أكد السياسي المستقل عائد الهلالي أن 3 أو 6 أشهر تكفي لتقديم خطوات الحكومة الحالية،
وفي حين لفت إلى أن رئيس الوزراء يدرك تماما أن الشارع يراقب خطواته التي وصفها بالإيجابية، أشار إلى أنه يستطيع أن يحقق نجاحات ومكاسب على الصعيدين الدولي والإقليمي. وقال الهلالي في حديث للزوراء إنه بناء على المعطيات الحالية والخطوات التي قام بها السيد رئيس الوزراء والتي قوبلت برضا جماهيري كبير من الشارع العراقي الذي بات اليوم يترقب كل خطوة للسوداني بشكل دقيق، مؤكدا أن الشارع ليس بالسهل وأخذ خلال الفترة الماضية من خلال العملية السياسية أخذ منه الشيء الكبير وتمرس في العملية السياسية، وهو الآن يشكل جبهة معارضة قوية جدا لها تأثيراتها في عام 2019 إلى يومنا الحالي، وأكد أن هذا يدفع السوداني إلى إجراء المزيد من الخطوات الإيجابية التي من الممكن أن تساهم في ترميم العلاقة ما بين الحكومة والجماهير وتقوم بإصلاح الوضع المتهالك على كل الصعد. وباعتقادي فإن السوداني يعمل باتجاه تصحيح ما يستطيع تصحيحه، لأن الفترة الزمنية ربما لن تسعفه. سادتي الأكارم، ننتقل الآن إلى كاريكاتير من جريدة الصباح. الصحافة انتهت لهذا اليوم، عودة من جديد إلى عادل وزينة. شكرا لك يا أحمد المهندس على هذه القراءة السريعة في أهم الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة لهذا اليوم. أحبتي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام فقرات وتقارير برنامجنا لهذا اليوم. شكرا لجزينة لطيب الرفقة. شكرا لك يا عادل. شكرا شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نتمنى لكم إن شاء الله يوم مليء بالحب والسلام، ودائما أجمل الأمنيات تحقق لكم بهذا اليوم. إلى اللقاء.